مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من ويكاند شباب. اليوم غيكونوا معنا ضيوف ونهضروا على واحد البرنامج كيدار في جهه طنجه تطوان الحسيمه، برنامج للبحث عن المواهب. نتعرفوا عليه من دابا شويه، خليكم معنا نتعرفوا عليه مع ضيوف حلقه اليوم اللي جونا من مدينه طنجه. معنا اليوم كوثر ديريكتريس ديال زوم 7، القناة المشرفة على البرنامج، كذلك الأستاذة الزهرة العامري رئيسة جمعية الأحلام للثقافة والتنمية، وجد ياسين منشط برنامج نجم جهة. مرحبا بك أستاذة زهرة في ويكاند شباب، مرحبا بك على كاب راديو. شكرا جزيلا. مرحبا. مرحبا كذلك بكوثر. كوثر صباح الخير. صباح النور. توفا بيان؟ مزيان الحمد لله. الحمد لله. جد ياسين صباح الخير. هضروا لنا كوثر، نبداو هضر لنا على البرنامج، الفكره ديالو، الاهداف ديالو، تفضلي. داك دونك نجم الجهه. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. مزيان. صباح الورد. مرحبا. صباح الويكاند. مرحبا. دونك نجم الجهه سي اون ايميسيون تيليفيزي اللي فكره صافي تري لونطون هي موجوده، وكانت فرف بحال مجموعة الأفكار اللي كتسنى الناس اللي يثقوا فيها. بما أنه نجم الجهة فهو نجم جهة تطوان، طنجة تطوان الحسيمة. دونك أنا في باركور آخر محطة ديال الكاستين كانت هي طنجة. سايتي بور دو جور. داكوغ. سيتي ليكسيبسيون. فوالا، في كل 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 مدينة هزيتو دي تالون. وي. شحال تقريبا كل مدينة ما كتهزوش لو نومبغ ولكن كتهزو المواهب. Voilà, exactement. غير هو يافي واحد الاختلاف انه ما كناش كنديبلاسيو لجنه التحكيم. لجنه التحكيم اللي كتكون من لا برينسيس سهام اسيف، سيدي جمال نوتر كوميديان، والفنان المتالق يونس فخار. وي داكوغ. كنا كنمشيو كطاقم مشرف وكنصوروا لي كانديدا كلهم بدون استثناء. ولكن انتم ما كتعزلوش يعني حتى من البنت؟ نو 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 نو، تنعزلوش، تنصورو كل شيء وتنجيو نوريوهم لي جوري وهما تيختاروا. داكوغ داكوغ. قلتي في الجوري كاين سهام اسيف، جميل جمال، الثنائي ديال بالاضافه لنور الدين، جمال ونور الدين معروفين، ويونس يونس فخار. كيفاش درتو فوالا تلقيتو راسكم في نجم الجهه؟ جلستو اطابل نقشوا البروجي وشكرا جزيلا على مدام كوثر وزومسات اللي حطوا ثقه فينا باش نقوم معهم بشراكه في هذا التظاهره الكبيره. اظن هي اكبر تظاهره واول تظاهره من هذا النسبه هذه بصراحه. جلسنا مع بعضنا وناقشنا ولحقنا التنظيم ديالنا وانطلقنا وكل شيء ماشي الحمد لله باذن الله بخير وعلى خير. بخير وعلى خير وبالدعم من عند عدد من الاماكن اللي هما دعمونا ولو بكلمه طيبه. داكوغ داكوغ. لي كونيكت يدخل الفيسبوك facebook.com/نجم الجهه ويشوف تما لي زيماج ولا لي فيديو ديال ديجا ديال برايم، سينو يوتيوب يوسف يطابي ونجم الجهه ويطلعوا لهم لي فيديو. داكوغ. كنت بغيتي تقولي شي حاجه كوثر؟ بغيت غير نهضر على الدعم. الدعم شويه بلاتي بينا نقص حماد لو كوتي. داكوغ. نمشي بعدا عند جاد. جاد بغيت نهضر معك، انت هو المنشط ديال ليميسيون نجم الجهه، تعاودنا على التجربه ديالك في البرنامج. يعني قلتوا دزتوا خمسه المدون اللي هو من جهه وحده، ولكن تبارك الله جهه كامله متنوعه مختلفه. تعاودنا على التجربه ديالك. بالنسبه للكاستينغ، انا مشيت مع ليكيب في كاع المدن اللي مشاو لهم، وتبارك الله كاع المدن ديال جهه الشمال فيها مواهب كثيره لا في الغناء ولا في الكوميديا. وبما ان بالرغم من اننا مشينا لخمسه ديال المدن في جهه الشمال كامله، راه كاينين مشاركين اللي جاونا من مدن اخرى مجاوره اللي جاوا شاركوا معنا. مثلا الحسيمه كاين اللي جا من امزورن، كاين اللي جا من مناطق اخرى. مثلا شفشاون كذلك كاين اللي جا من المناطق المجاوره لمدينه شفشاون. دازت واحد المرحله اللي هي متعبه ولكن رائعه. رائع. فوالا كيبقاوكم دي سيفونير تما شي حاجه بطبيعه الحال. فوالا داكوغ. رجع عند كوثر. الاستاذ كوثر، يعني جاتني واحد الكاستيون بلاتي. لا فاش كتقول استاذ شي واحد استاذ ولا استاذه كتكبر بيه ماشي كتشرفو. لا كتشرفني ياك استاذه الزهره. شي واحد بحال كتقول لا استاذه بحال كتكبرها.
معلوم كتكبرها ونكبروا جميع كتكبرها ماشي فلاج ماشي فلاج كتكبر لها بالقيمه واخا كوثر قول سي بون مزيانه هكا فوالا فاش كنقولوا نجم الجهه كنهضروا على جهه تطوان طنجه الحسيمه طنجه تطوان الحسيمه واخا نتوما فاش كنتو كتفكروا في بروجي علاش ما فكرتوش يكون نجم الوطن باغ اكزومبل نجم المغرب واش كوتي موين كوتي شنو بالضبط علاش بالضبط اختصرتوا على الجهه داكوغ دونك ليدي فاش جات في الاول ما فاش كتجي ما كتقيسهاش على الجانب المادي داكوغ كتقيسها على اشياء اخرى دونك نجم الجهه فاش تحطات كعنوان وتحط ككونسيبت جديد فتحط على اساس انه السياسه الجديده ديال البلاد كتمشى في الجهويه داكوغ وبما اننا حنا مش بعيد شويه داكشي ديال عيد العرش لا 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 مشات على الجهويه دونك بما ان السياسه الجديده ديال بلادنا كتعطي القيمه للجهه وكتحاول تعلي بكل جهه فسيتي لينيسياتيف باش نكون نحطو ان بون بون با ايجابي للجهه ديالنا جهه طنجه تطوان الحسيمه دونك سيتي ان تري بون ايد فوالا على حسب ما فهمت يعني ما كديروش شي حاجه عشوائيه يعني كلشي كتبلانيوه كلشي فوالا كتجيريهم مزيان عاد لو نون كلشي الاستراتيجي ديالكم تري بيان عليكم جاد نهضروا شويه هضرنا على التنشيط هضرنا على الكواليس هضرنا شويه على الكواليس ما هضرناش على الكواليس هضرنا شويه على الكواليس كيفاش كان التواصل ديالكم مع النجوم ولا لي كونديدا اللي كانوا مشاركين واش كانوا مخلوعين في الاول ما كانوش مخلوعين دي تالون اللي مثلا ندموا علاش ما دازوش عاودنا اكزاكتومون شنو كان في الكواليس باش نكونوا كلير كاين بزاف ديال الناس اللي استهنوا بالمسابقه في الديبار ديالها قالوا هذه مسابقه سحب لهم داك المسابقات اللي مثلا اللي كدار في دار الشباب من الويكاند ولا شي حاجه حنا حاولنا اننا نعملوا شي حاجه اللي في المستوى كاين بزاف ديال الفنانين اللي حاولنا نعيطوا لهم باش يشاركوا معنا في البرايم ما بغاوش يجيو كل واحد للسبب ديالو كاين اصوات مثلا ندير بوز على هذه المساله هذه قلتي ان شي فنانه فاش كتكونتاكتيهم ما كيبغيوش يجيو بورتون الفنانه فاش كتهضر كيكون في انترفيو في تيلي ولا في غاديو ولا هذا كيقول انا معاك انا كذا ما كاين بحال هاد البرامج هما اللي خصنا نعاونوه بحال هاد البرامج هما اللي خصنا نشجعوهم وحنا معاكم وحنا هذا المنبر كان بورتون اللي ما كانش برنامج معروف بوبولير معروف هذا ما كيكونش في الاسم هذا تحيه كبيره للفنانه اللي حضروا معنا مثلا محسن صلاح الدين اللي حضر معنا في الدومي فينال شكرا جزيلا محسن كذلك كنشكر بزاف لجنة التحكيم اللي واقفين معنا عطينا للطوب ديالهم والغرض ديالهم واحد هو أن يشوفوا البرنامج ناجح وكنشكر كذلك الفنانين اللي غيحضروا ان شاء الله معنا في الفينال والضيوف اللي فاجئونا بحضورهم في الدمي فينال ضيوف كبار فاجئونا بحضورهم وسيتي فريمون اون تري بيل سوربريز سي فؤاد الزبادي حكيم تهامي الحراق استاذ كبير فنان عبد الحي سيف فنان عبد الحي كان معنا داك النهار واخا سلت في الاخر ما شفناهش امتى سلت ما عرفتش علاش قلت لكم السبب علاش يا في برشلونة كونتخ شكون لا فينال لا برشلونة تستاهل لا 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 واخا كل فنانين اللي لحقوا بينا في دمي فينال وفي الكاستينغ كلهم دعمونا بصراحه واحد شيء كبير لان ما كانوش كينتظروا هذا النجم الجهه غتلحقنا تضعوا هذا القيمه هذه هما بصراحه تفاجئوا وي انا الصدى كان كبير بزاف البوز اللي دار نجم الجهه ما كانوش عوالين عليه ما كانوش لا وبيتات خدوك الفنانه اللي يهضر عليهم دابا جات يقدر يكونوا ندموا راه عيطوا لي وما مشيتش شخصيا انا كنقولها لك من لا شحال واحد شحال واحد عاود اتصل من بعد كيقول لك شارك معاك انا ماشي كنشفيو فيهم ولكن فقط كنوجدوا لهم ميساج كنقول لهم حتى البرامج اللي غيبداو يعني في الدورات ديالهم الاولى راه سبو ينجحوا سبو حتى هما واحد النهار يوصلوا للدوره 50 الدوره 40 ف خصنا نبداو خصنا نثقوا في شبابنا شويه خصنا نثقوا في شبابنا ورجع عندك كوثر قبل كنت باغا تهضري على لي سبونسور مالك مع لي سبونسور بسم الله تشمر عليهم مالك معاهم تشمر لا حيتاش كيف قلت لك نثقوا في شبابنا ناس كثار ما دقينا الباب وشرحنا الفكره وكيقول لك رائعه جدا كيتبهض بها مي وبار لا سويت يا ريان فاش كدوز لابليكاسيون خاصه لا من البيبان اللي طرقاتهم القناه لي زومسات او لاسوسياسيون غيف ولاسوسياسيون غيف طرقات بواب كثيره بحكم انها جمعيه وخص ضروري تنتالين البيت نون الكراتيف فهمتيني سيتي با لوكا ناس قلال اللي تاقوا فينا
والثقه معنويه. بوتيتر بوتيتر ما يقدرش تكون بوتيتر حيتاش رجعوا للقضيه نتاع لا بروميير اديسيون. بوتيتر هذه الاديسيون هذه ديركم بوزل ولا فوالا تكون واحد دوسي ماركتينغ ولا دوسي سبونسورينغ كبير ليديسيون الجايه ان شاء الله. واخا نوصلوا للقضيه نتاع لي كانديدا ولي فيناليست اللي بقاو معكم. نسمعوا اكستري من لي فيناليست اللي بقاو ورجعوا لكم شوفوا واش كاين اصوات واش كاين كوميدين. داكوغ يلا نشوفوا كاين كاين الخير بزاف. نشوفوا نشوفوا يلا نسمعوا. ما تقشي بيا اش نعمل ما تقشي بيا ولاش علاش يكذبني واش ما عندو ثقة فيا ولا فادي حتى واحد حتى واحد حتى واحد ما ينوب. يا سلام. اللي قبل منها اللي قبل منها نتيفي حفظناها ما تخاف. بلادي يا زين البلدان يا جنان على حد الشوف محمد رضا العمران ضيافة وجمالها ناطق بحر. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة ضيافة وجمالها ناطق بحر. يا ليل طول عامر البقالي أولى تطول لابد لي أن أسهر something deep down my soul. عبدالكريم بقالي جديد كسدف عربي دريسي عربي دريسي المايسترو دريسي العربي. ما بيد حيلة وفين الحيلة ما بيد حيلة وفين الحيلة من أول نظرة قلبي ما قلبي ما قلبي ما يا العمر محنسي البرنوسي محنسي يا مودا البرنوسي الرائع حسن محنسي يا العمر محنسي محنسي يا مودا تلعين وي مجيد وي وي مجيد صفا وي وي صفا موكو 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 اكسكوز الوي افيك مو اتونسيون لو تيليفون محمد وامين احمد وامين الحسيمه من الحسيمه عندك هوا هيك هوا معاد هوا معاد وهنا طنجه بيري بحكي طلعت به لي ستاندارديز ديالنا معاد وهنا سير غير خويا حك اللي جيبي خويا حك اللي جيبي خويا خطلق هوا فوالا تبارك الله دي طالون موجودين اصوات كاينين يا سلام عليهم يا سلام فوالا لا لازم تفرجوا في السهره فوالا غدا ديجا اون ليني يلاه غدا ان شاء الله لا فينال لحد لا فينال شوفوها سينون اللي بغى يصوت على لي كونديدا يدخل نجم الجهه بوان كوم سي سا لو سيت نجم الجهه بوان كوم تما تلقاو لي كونديدا صوتوا عليهم سينون من تلقاو تما لو نيميرو ديالهم من واحد حتى لعشره صيفطوا 55 72 سي سا. ايجاد قريت دابا واحد خبر كيقول بان لا صراحه كيضحك ما عرفتش واش قريتي انت ولا ما قريتيش الخبر قالك كاينه شي حاجه ما بين سهام اسيف وجاد اختي وعزيزه عليا والله يعمرها سلعه وفنانه مغربيه كلشي كيحماق عليها. لا لا عرفتي سهام اسيف وان بيرسوناليتي فريمون توب خصو واحد يتعرف عليها خصهم يتعرفوا عليها اكثر. يقدر تكون هي شويه حدوديه مع بعض الناس ولكن ما يعنيش انها لا متأجرفه ولا اشياء كثيره من الارقام اللي كتلقب بها ولكن أوي. ابدا شخصيه رائعه جدا جدا جدا. داكور المهم جات نكذبوا هذا الشيء ياك بيان سيغ نكذبوا هذا الشيء كيفاش بيان سيغ لا لازم امرا فوق راسنا كاملين راه عزيز علينا كاملين. إلا ترو سبونتاني إلا ترو سبونتاني داك الشيء علاش يمكن تقلت هذا الاشاعه اذا كنت بصح هذا. داكور جاد هضرنا على التجربه ديالك في نجم الجهه كان عندك قبل تجارب كان عندك انشطه اخرى كنت كتقوم بها؟ كانوا عندي مجموعه ديال التجارب في التقديم ديال
مثلا كانوا عندي تجارب تقديم مجموعه ديال السهرات كبار ومجموعه ديال كنت كذلك من ليكيب اللي كانت في البرنامج ستار كاب وي في كاب راديو كاب راديو كذلك التحقت بزومسات عندي برنامج سميتو ضيف خفيف كنحاول نستقبلوا فيه مجموعه ديال المشاهدين باس باس وهذه كتقدم برنامج من هذا النوع هذه اول تجربه وان شاء الله والحمد لله استحسنوها مجموعه ديال الناس اللي ديال الميدان وكنتمنى التوفيق لاي واحد وكنوجه هذه الرساله بان المجموعه ديال الناس كنقول لهم ما تكونوش اعداء النجاح اللي عنده شي 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 جهد يزيد القدام فيما هو فيما فيه الصالح العام. برافو عليك وكنا كنتمنوا كل توفيق جاد من قلوبنا ما كنقولوا لك لا سيام اسيف لا غير تنضحكوا دوز لي دي ميساج ولا شي حاجه واخا كوثر لي ميساج ديالك بالنسبه للناس اللي تاقوا فيكم اللي ما تاقوش فيكم نجم الجهه ميساج ديالك لي كونديدا ميكرو اوبن ميكرو تفضلي. شكرا بزاف لكاع الناس اللي تاقوا فينا لجنه التحكيم الوالدين ديال لي كونديدا سورتو اون غروند دام سميره الكثيري اون غروند دام اللي عاونتنا بور دو فري معنويا ولوجيستيكي داكور ما عرفتش ما حيتش ما كاينش دي سبونسور ماديين ما كاينش ماشي مشكل غير الناس اللي كتقول لك بون كوراج سيتي بارفي سيتي بون واو سهره واعره وكتصوروا بالاش دي وكديفيزي وداك الشيء مشكل هادو ميرسي كاع له اي واحد قال لنا كلمه زوينه كلمه طيبه شكرا له حتى حنا كنتمنوا لكم كل توفيق كوثر شكرا أستاذة زهرة العمري رئيسة جمعية الأحلام للتنمية والثقافة شكرا جاد ياسين منشط برنامج نجم الجهة وشكرا كذلك كوثر ديريكتريس زوم سات القناة المشرفة على البرنامج تنتوما كنشكركم بزاف كنتسناو لي اس ام اس ديالكم اللي نقراوهم من دابا شوية على 55 72